اعزائي المشاهدين، ولسه احنا خلاص بنخلص 2013 وداخلين على 2014، ولسه في ناس بتعمل الفيزا بايس كريم وهواي. وايه اللي انت مهببه في الهبابه دي؟ جامد على فكره. اسمك ايه؟ مصطفى. مصطفى، احسن حاجه في 2013 غض النظر ان انت راكب البتاعه دي، ايه هي؟ ايه المكنه؟ مفيش حاجه حلوه. المكنه بتاعتي هي الحلوه دي. مكانتك؟ بجد والله؟ ربنا احلف لك. لا عادي، ليه مش مجنطها؟ ليه؟ معيش فلوس. طب بفيمها طالما انت عامل ستيكر كده. ايه كله؟ ايه 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 ايه؟ قول لي ايه الشخصيه الفنيه في 2013؟ شخصيه فنيه 2013 احمد حلمي. شخصيه رياضيه ابو تريكه. شخصيه سياسيه السيسي. شخصيه استراتيجيه؟ لا ماليش في الكلام ده. عبده ديابو. عبده ديابو؟ انا مصور. لا والله الراجل ده مصور، بيصور على نفسه. تعال قول لي احلى فنيه سياسيه كانت ايه السنه دي؟ احلى ايه؟ احلى شخصيه، اعلى شخصيه سياسيه تاخد تصويت يعني في 2013 كانت شخصيه ايه سياسيه؟ لا يا عم سيسي. ايه؟ السيسي. سيسي والله. لا يا عم سيسي. ايه سيسي؟ انت جاي تهرج صح؟ طب شخصيه رياضيه؟ ابو تريكه اكيد يعني. شخصيه فنيه؟ عادل امام. شخصيه استراتيجيه؟ استراتيجيه ازاي؟ من انهي نوع؟ نوع؟ نوع. طيب خلاص هتكرع في وشي. كل سنه طيبين يا رجاله. عبد ديابلو ده اخويا. اخويا على فكره انت بتبوظ الفيديو والله. والله بتبوظ التصوير. طيب يا رجاله نفسك في 2014؟ نفسي في ايه؟ نفسي اخطب البت دي. وش حدش يصور من الاخر. والله على فكره هي مش موافقه. مش موافقه. كل سنه وانتم طيبين يا رجاله، وربنا يوفقكم وتنجحوا. ان شاء الله. يلا سلام.